نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، شارك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبمعيته سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم في مراسم الجنازة الرسمية لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية، والتي أقيمت في كنيسة ويستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن. استذكر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مناقب الملكة الراحلة خلال مسيرتها الحافلة في خدمة بلدها وأبناء شعبها والعالم، وجهودها المبذولة في تعزيز العلاقات البحرينية البريطانية على مختلف الصعد، مؤكدا سموه أن مملكة البحرين تعتز بعلاقتها الاستراتيجية التي تجمعها والمملكة المتحدة الصديقة، وسوف تواصل تنميتها نحو آفاق مشتركة أرحب بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.